شوف اديها من عندي والله 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 غير صلي على اي حاله راك فيها صلي انت سراق صلي انت تشرب المخدرات صلي تشرب الخمر صلي 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 عندك علاقه مع طفله صلي ما تقولش انا ما دام عندي ما نصليش ما دام نشرب ما نصليش الصلاه ما تسمحش فيها تجي نهار تدخل تقول الله اكبر تبقى تبكي وحدك تقول انا وراني رايح بها مش يعيب عليا واقف بين يدي الله اقول الله اكبر ومن بعد الشهوه تاعي اكبر نقول الله اكبر ومن بعد النفس تاعي اكبر نقول الله اكبر ومن بعد جلساء السوء اكبر خلاص الله اكبر لازم تمشي معايا ونروح خلاص حبس كلش ستنهاك صلاتك الصلاه ما تسمحوش فيها شوف كيما تدير حاول ان صلاتك وين كنت مسافر راك خدام صلي على اي هيئه راك ربي عز وجل شت القتال نكون نقاتلوا سيف سيف قلق صلوا صلي ما تحبسش صلاه عمرك ما تقطعها اذا قطعت الصلاه راح تروح لواحد جهه واحده اخرى راح تروح لواحد الجهه تارك الصلاه يكفيه جرما ان العلماء اختلفوا فيه هل هو كافر او مسلم يكفي هذه تكفي ما كنا نزيدوا نتكلموا امور واحده اخرى ولذلك شوف عمرك ما تسمح في صلاتك صلي ما رحت المسجد صلي فرش الزربيه صلي تمشي بالسياره حبس صلي.